السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. ورمضان شهر النفحات والفرص وخلاص هو على الأبواب. هل في حاجة مطلوبة مننا دلوقتي لاستقبال نفحات رمضان؟ ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفنا الشيخ أحمد الملكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب، كل سنة حضرتك طيبة والسادة المشاهدين، ونسأل الله عز وجل أن يسلمنا إلى رمضان وأن يتسلمه منا وأن يسلم رمضان إلينا وأن يتسلمه منا متقبلة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وهو راض عنا، اللهم أمين. أمين. وقد من علينا بمغفرته وعفوه وكرمه وستره، اللهم أمين. أمين. وأن يكون يعني إن شاء الله أن ينصر إخواننا يا رب العالمين في فلسطين. أمين. اللهم أمين. أمين. طيب نبدا يا شيخ احمد كده ونتكلم على نفحات رمضان. طبعا الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. انا في الحقيقه يا استاذ دعاء لما اجي اقول كيف يعني نستقبل رمضان، هو السؤال المعتاد كل عام. حقيقة الجواب هذا العام يكون نستقبل رمضان بشيئين. أول حاجة بتوبة صادقة خالصة لله تبارك وتعالى، بحيث أنا لما أتوب إلى الله عز وجل وأنيب إلى ربكم وأسلم له، أنا محتاج دي عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبتي ويغفر لي ذنبي ويستر سبحانه تبارك وتعالى عيبي. وبالتالي أنا محتاج أن أنا أكون في أول ليلة رمضان من عتقاء الله عز وجل من النار. ولذلك قضية اللي أنا أتوب إلى الله عز وجل، أنا أتوب أستغفر من ذنبي، أرد المظالم، ده مهم جدا، واستحلال الخصوم، وأشوف ما ضيعته من طاعات، أحاول قدر الإمكان أن أتقرب إلى الله عز وجل وأن أعاود. يعني أنت عارفة كثير من الناس ربما لا يصلي، يعني أو بعض الناس لا يصلي، فنحاول قدر الإمكان أن يتوب توبة وأن يبدأ دلوقتي في قضاء ما عليه من صلوات. وأنا كذلك الأمر في وأنا في طريقي لتوبة التوبة إلى الله عز وجل، أنا محتاج قضية الدعاء، لأن أنا أدعو الله عز وجل كثيرا، خاصة في الأيام دي، في أيام يعني عارف رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، التقرير، فأنا محتاج أن أنا أدعو إلى الله عز وجل. كان أحد الصالحين كان اسمه يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب أحدهم بيقول أنا مررت بالمقابر فسمعت همهمة، سمعت حد كده بيتكلم وبتاع. قال فلما يعني ذهبت إلى الصوت وجدت يحيى بن أيوب في حفرة، حفر حفرة ثم جلس فيها وهو يبكي. شوف الدعاء بيقول إيه، يا قرة عين الطائعين ويا قرة عين العاصين، كيف لا تكون قرة عين الطائعين وقد مننت عليهم بالطاعة، وكيف لا تكون قرة عين العاصين وقد سترت عليهم الذنوب، اللهم اغفر لي. عارفة شايفة الدعاء ده اسمه، ده فقه بقى الدعاء، الإنسان كيف يتوسل إلى ربه سبحانه تبارك وتعالى، إزاي. ولذلك القرآن يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، وربنا بيقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فأنا قضية الدعاء دي مهمة جدا. طب أنا بدعو بإيه بقى؟ أدعو الله أن يتوب علي، يبقى دي مهمة عشان أدخل بقى صفحة بيضة في رمضان وقد أعتق الله عز وجل رقبتي منين؟ من النار. الحاجة الثانية كان، ومن ضمن الحاجات التي تحكى في هذه المسألة، كان أحد الصالحين اسمه سريج. سريج ده كان رجل صالح وكان عابدا لله تبارك وتعالى، فبيقول وكان يرى رب العزة في منامه. فبيقول أنا في يوم من الأيام رأيت رب العزة سبحانه تبارك وتعالى والناس قد حشروا إليه، ثم وقفوا في صفوف،
قال فكنت في الصف الأول عن يمين الصف، فقال ربنا ما تطلبون؟ سلوا، ما هي حاجتكم؟ قال فسكت الناس. قال فقلت في نفسي ويلكم، لماذا لا تتكلمون؟ ربكم يطلب منكم أن تسألوه، فلماذا لا تسألوه؟ قال ثم خرجت من الصف قنعت رأسي، هو يقول هذا، ثم يعني أمشي يعني من شدة الهول، فكان يمشي متمايلا خايف الرب العالمين سبحانه وتعالى. فإذ به يأتي إلى رب العالمين، كل ده في المنام، يقول له سلني. قال يا رب ألا تعذبنا وأنت قد خلقتنا. فقال الله عز وجل فأنا لا أعذبكم، أو قال قد غفرت لكم. قال ثم رأيته في رمضان، احنا رمضان داخلين اهو بقى ايه، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفضت الشياطين، ونادى يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليله. فيش بقى الكلام اوله رحمه اوسطه مغفره اخره عتق من النار، لا يصح. قال ابن عدي منكر، حديث منكر، لا ده هو كله رحمه، ده كله عتق من النار، ده رمضان كله مغفره. قال فنمت في رمضان فرأيت رب العزة قد نزل إلى الدنيا إلى الأرض سبحانه عز وجل. فبيقول واحد بيقول فسمع رجلا يقول اللهم اغفر لي، قال أأنزل حتى أغفر لواحد؟ فقال سريج فلما سمعت ذلك قلت يا رب يعني لنا، قلت هكذا يعني اغفر لنا. فيقول الله عز وجل قد غفرت لكل المؤمنين. هي دي القضية، أنا داخل بتوب إلى الله عز وجل، لأن أنا إيه؟ إيه يغفر لي؟ لا هيغفر لي، هي دي القضية. وبعدين لابد أن يكون عندي حسن ظن بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية الإقبال على كلام الله عز وجل، ودي آخر حاجة. كان يعني إقبال على الله، شهر رمضان هو شهر القرآن، سيدنا جبريل كان ينزل كل ليلة يدارس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فعلى الأقل أنا لابد أن يكون لي حال مع القرآن طبعا. بس وأنا بقرأ القرآن لابد وأن أعظم كلام الله عز وجل، أتدبر المعاني. كان بشر الحارس، وعنش يديني 30 ثانية تمام. بشر الحارس رضي الله عنه بيقول يعني هو أحدهم يقول قال لي بشر ألا أحدثك عن بادئ أمري في التوبة في السير إلى الله عز وجل؟ بيقول أنا ماشي في الطريق فوجدت ورقة مكتوب عليها اسم الله، قال فأخذتها ثم قبلتها ثم جئت إلى النهر فغسلتها، وكان معي درهم فيه 5 دوانق، فاشتريت ب4 دوانيق مسكا وبدانق ماء ورد. قال فغسلت اسم الله بماء الورد ثم طيبته بالمسك ثم نمت. شوف هو بيعظم إيه؟ اسم الله. قال فلما نمت فرأيت في المنام، هو بقى بيقول طيب شو يقول كذا، والله لأطيبنك كما طيبت اسمي ولأطهرنك كما طهرت اسمي. يبقى هي دي القضية، أنا محتاج أن ربنا يطيبني، فأعمل إيه؟ أطيب كلام الله عز وجل، أطيب أني أعظم كلام الله تبارك تعالى في رمضان. إحنا معنا تليفونات كتير مستنيانا، نبدأ ناخد زهراء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك يا أستاذة. أهلا يا حبيبتي، تفضلي. لو سمحت عايز احكي لكم حاجه بس يعني تفهموني وتسمعوني للاخر. طيب قولي يا حبيبتي. دلوقتي انا متجوزه بقالي 3 سنين ومعايا محمد، بس يعني كنا مع بعض يعني ايه، كنت بتغدى مع حماتي تحت وكلنا وكده. ادو سامعاكي قولي. المهم بقيت يعني اليومين دول يعني من ايام العيد الكبير كده سيلفي ابتدى ان هو ايه يعني يكلمني في التليفون يقول لي مثلا ما بقى مش شكله مع جوزي، يقول لي ده انا بقول له يا بخت يا بختك بمراتك. وهو سيلفك متجوز؟ ايوه. هو انا عندي 20 سنة وهو عنده 34. وجوزك عنده حوالي 30 كده. تمام. وسلفك بدا يتكلم معاكي بقى بطريقه مش كويسه يعني؟ ايوه، بس انا بقى من النوع اللي انا استجبت. من ساعه ايه؟ استجبت. من نوع الايه؟ انت استجبتي؟ ايوه. يعني جيت مع الكلام، تجاوبتي معاه في الكلام ده. الكلام الكلام ده من العيد الكبير.
ايوه بعدين قعدنا شهرين على كده. اه المهم بعد كده بقى واحد اخت جوزي عرفت وطلعت لي ضربتني، وبعدين جوزي بعد كده بقى بعدها بفتره عرف. وبعدين ايه؟ جوزي بعدها بفتره عرف. قام بعد كده غضبني وقال اللي هو ما عادش عايزني، وقال اللي هو عايز يطلقني وكده. ففي ناس كانت يعني كانت بتصبرني وتقول لي ايه، لان انا كانت نفسيتي تعبانه اليومين دول خالص، كانت تقعد تقول لي ايه انت لسه صغيره 20 سنه وكده، وعشان جوزك مش يعني مش زيه هو، يعني مثلا بيعرف يزوق الكلام وكده، فهو اللي جابك هو اللي غلطان مش انت. المهم انا الايام دي بقى ايام ما كنت غضبانه قربت يعني اول من ربنا، ومحمود جوزي ما كانش اصلا عايز يرجعني خالص نهائي، يعني كانت حاجه يعني كنت مش متوقع اصلا ان هو هيرجعني خالص، كان مصمم على الطلاق. المهم قعدنا فتره غضبانه حوالي شهرين كده، وبعدين قعدت طول الشهرين اصلي واقرا قران واقيم الليل وادعي ربنا في كلمة. طيب يا زهراء حاولي تكلمينا تاني عشان نعرف انت يا حبيبتي سؤالك ايه. يعني موقف وحش بصراحه جدا، وهو طبعا يعني هو غلطان وهي غلطانه، يعني هو غلطان طبعا اخو جوزها وهي غلطانه، هما الاثنين غلطانين. احنا بس هي قفلت يعني قبل برضو ما نسالها، هم حملوه برضو الغلط ولا كل الغلط جابوه عليها هي؟ يعني على اي حال لما سئلت يعني السيده فاطمه رضي الله عنها عن قضيه الرجال والنساء و ازاي نحمي الرجل والمراه، فقال الا ترى الرجل الا يراها الرجل. يعني هي دي قضيه مهمه جدا، يعني لمنع للفتنه، فما بالنا بالحديث والاسترسال وما الى ذلك، والشيطان يبدا يتدخل في المساله دي، ثم بعد ذلك يبقى في معصيه لله عز وجل. كل بني ادم خطاء لا شك في ذلك، لكن انا عندي نقطه هنا اتوقف عندها، هي مخطئه وهو مخطئ، هو ارتكب جرما وهي ارتكبت جرما، لكن قضية التوبة إلى الله عز وجل، أحيانا بعض الناس يتوب إلى الله عز وجل من أجل عدم الفضيحة، فهذه توبة ناقصة، يعني دي توبة ناقصة. التوبة كأني أتوب إلى الله تبارك وتعالى من أجل التوبة، من أجل أني قد أذنبت حقا مش من أجل الفضيحة. طيب العمل إيه؟ العمل اللي أنا هقول لها جملة مكونة من أربع كلمات: أصلحي ما بينك وبين ربك، يصلح الله ما بينك وبين خلقه. تمام، هو برضو ايه زي ما حضرتك بتقول كده الاختلاط لكن بعد كده لو رجعت يمنع منعا باتا الحديث طبعا، يمنع منعا باتا، حتى لو هم ساكنين في بيت عيلة تقول له لا لو سمحت لو هتقعد في البيت ده عارفة تغلق الابواب على نفسها، ما يبقاش يقولوا لها لازم تنزلي تاكلي معانا وتقعدي معانا والعيشه الغريبه دي، انتهت المساله. يبقى هي لابد ان يحدث عندها التغيير الكامل اللي هو 180 درجه. من واحده بتقعد وتتكلم وبتاع لواحده لا انا وزوجي فقط. نعم، لا حول ولا قوه الا بالله. هو طبعا مش بس هي بس، لا هم هو كمان لابد ان الراجل ده يكلموه طبعا. هو الغلط بدات من عنده، هو منها والجرم منه طبعا. بس كلمة بقى لكل زوج ازاي ان هو يبقى حنين على مراته عشان ما يبقاش سايب فراغ ان اي حد يملى الفراغ ده بطريقة غلط. شوف هي الحنية لا تباع ولا تشترى، سبحان الله، هي لا تباع ولا تشترى، لكن انا في النهاية الله عز وجل لما قال وعاشرهن بالمعروف، من ضمن المعروف ان يعاملها بالحنان. عارفة وجعل بينهم مودة، هو ده الحنان اللي احنا محتاجينه ده. يا اخي ولكم في رسول الله اسوة حسنة، مش ربنا اللي قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة؟ شوف سيدنا النبي، بس ده النبي يا مولانا، ما احنا لازم نبقى زي النبي، امال انا اعمل ايه؟ يعني اتبع رسول الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبع كلام الله تبارك وتعالى. لكن قضية اللي انا يا مولانا، يبقى الانسان ممكن يكون غضوب في وقت من الاوقات، لكن بعد ذلك كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل ايه؟ ربما يغضب على زوجاته، ولكن يعود اليهن صلى الله عليه وآله وسلم ثم يحدثهن بكلام حلو طيب. كان يقول لعائشة والله إني أحبك يا عائشة، يبدأ يسابق حتى الزوجات. كان سيدنا النبي كل يوم، كل يا أخوانا كل يوم بعد الفجر يروح مخبط على بيت كل واحدة السلام عليكم، ويقبل رأسها ويمشي ما يدخلش. وبعد العصر النهاردة بقى الليلة اللي جاية بقى ليلة مين؟ عائشة،
كله يتجمع في بيت عائشة ثم يعني يحادثهن صلى الله عليه وسلم ويتحدث إليهن عليه الصلاة والسلام، فعندما يحين وقت المغرب يلا كل واحدة تنصرف إلى بيتها. ربنا يهدي بقى من الرجالة. معانا دعاء. أهلا برضه. وسهلا. ألو. السلام عليكم عزيزة دعاء. أيوة حبيبتي، عليكم السلام، اتفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ أحمد. الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يجازيكم كل خير عن كل اللي تعلمناه، وأنا مش هقول كتير، يكفي قول النبي عنكم إن معلم الناس الخير كل الكائنات بتستغفر له. وبعتذر يا أستاذ دعاء على إزعاجي، بس والله ده لشدة احترامي وتقديري لحضراتكم. ربنا يكرمك. اتفضلي يا فندم. ربنا يحفظك يا فندم. شيخ احمد بعد اذن حضرتك، وانا في السجود ممكن احط حاجه جنبي بحيث ان انا لما بطول في السجود بنسى ان انا سجدت كام سجده؟ احط مثلا حاجتين كده مع كل سجده، يعني اعلم بيهم مثلا السجدات اللي انا سجدتها. بيعمل ايه؟ تعلم، عايزه تحط حاجه تعلم مثلا وهي بتسجده دلوقتي، تروح معلمه مثلا. طيب حاضر، يعني انت عندك، انت شده النسيان عندك يعني بتنسي كتير ولا ايه؟ لا، لما بطول في السجود بنسى انا سجدت كام سجده، وده بيبقى في كل ركعه يعني في كل في كل لما بطول قوي يعني. بصي يا استاذه دعاء، في كل ركعه بيحصل ده؟ لا بس كتير بيحصل لي، يعني مش كل مره بس كتير بيحصل لي. طيب يعني في عارفه يا دعاء، في مثلا الناس بيتغلبوا على الحكايه دي ان هي تبقى السجده الاخيره بس هي اللي طويله عشان ما يبقاش فيها لحظات. حاضر 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 حاضر. ما هو على اساس ان اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، والواحد بيحب يدعي يعني كتير وكده. انت حاضر. في كل سجده. طيب انا ممكن اقول بعد اذن حضراتكم في نص دقيقه كل اللي اتعلمته عن برنامج بيت دعاء؟ اتفضلي يا فندم. ماشي يا حبيبتي، معلش انا اسفه ومش هزعلكم تاني يا فندم. قولي. انا اهم حاجات اتعلمتها من حضراتكم الذكر، وطبعا القران، وافضل شيء بعد القران الصلاه على النبي والاستغفار، وبالوالدين احسانا، ومع صله الرحم، وان ربنا، وان الواحد يقابل ربنا بقلب سليم امتثالا لقوله يوم لا ينفع مالا ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وطبعا الصدقه وفوائدها العظيمه من حضراتكم، وحفظ اللسان، وبشر الصابرين، والدين المعامله، والمعامله الطيبه مع الناس، وان احنا نترك اثر طيب قبل الرحيل. وشكرا لحضراتكم يا فندم. ربنا يكرمك يا حبيبتي، وفرحتينا ان انت اتعلمتي مننا حاجه، ان شاء الله يعني نكون كده بنفيد كل الناس، وربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. خلاص، في قوله العمل والسير والعلم. اللهم امين. امين يا رب. امين. طبعا احنا الله عز وجل شرع لنا عندما في قضيه السهو يا اخواننا، ان هو انا ممكن اجيب حاجه واعلم عليها كده كم سجده كم سجده. العلماء لما تكلموا بيقولوا لا، ما ينفعش الحركات الكثيره في الصلاه. وعلماءنا والجمهور حطوا، قالوا كم حركه؟ قالوا كتيرها يعني كبرها 3 حركات. فانا لو كل سجده عملت كده في 4 ركعات، لا ده انا كده ممكن اجيب 8 حركات في. طيب ما انا بنسى يا مولانا، ابني على الاقل ما تكتري، انا سجدت 2 ولا 1 سجود الثاني وهكذا، خلاص كده. ثم بعد ذلك اسجد سجود ايه؟ سجود سهو. الله شرع لنا سجود السهو لاجل هذا. هو انا سجدت ولا ما سجدتش؟ طب واحده ولا 2؟ طب ركعت ولا ما ركعتش؟ طب قريت فتحه ولا؟ يبقى احكام السجد السهو دي لابد ان نتعلمها. طب والسهو ده يبقى فيه زياده ولا نقصان؟ له دي ليه احكام وهذا له ايه؟ احكام. يبقى انا على اي حال ابني على الاقل، ثم بعد ذلك اسجد سجدتين سهو، والله اعلم. طيب يا شيخ احمد، احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. هذا البرنامج برعاية في طريق الخير ما بنتأخرش، خلي ايدك معانا والسكة طويلة ما تكملش غير بمساعدتك. رمضان السنة دي مختلف تماما، لأنه مع مؤسسة فذكر هيكون رمضان الخير والبركة. أسر كتير محتاجاك السنة دي، محتاجة خيرك وصدقتك، محتاجة تدخل الفرحة على قلوبهم وحياتهم وأهليهم. شارك معانا بكرتونة الخير اللي هتوصل للمحتاجين من أهالينا الطيبين.
وتذكر أن أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. شارك معانا سعر الكرتونة 250 جنيه. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر، وانضم لينا دكتور مصطفى ربيع من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. وإحنا طبعا هنتكلم وهنقرب أكتر من نشاطات المؤسسة على الأرض بشكل عملي، وبرحب مرة تانية بيك يا شيخ أحمد. أهلا وسهلا. الله يحفظك يا رب يكرمك. نبدأ مع حضرتك شيخ مصطفى، أنه أنت بتنزل في احنا طبعا اول مره بنرحب بيك، طبعا انت اول مره معنا في الاستوديو في الهواء، لكن احنا طبعا بنشوفك على طول كل يوم. حضرتك بتنسي، لكن انا مش اول مره مع حضرتك. فعلا حقيقه لكن مع مؤسسه فذكر. نعم اول مره حقيقة. صح، اول مره معانا في مؤسسه فذكر هنا في الاستوديو. دايما احنا بنشوف حضرتك طبعا معنا كل يوم في الحلقات في البرنامج في الخارج. فانا عايزه برضو اسال حضرتك، انت بتنزل بنفسك وبتشوف الحالات، بتحس بايه يعني؟ وبتحس وهم بيحسوا ان انت مثلا طوق النجاة ليهم من الحاله اللي هم فيها، نفسهم ان حالهم يتغير من خلال المؤسسه والبرنامج والمشاهدين. انت بابا وماما وكده يعني. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. بدايه حقيقه والله يا سيدنا، والله يا استاذ، احنا الواحد بيلمس حقيقة حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي قال إن خير الأعمال إدخال السرور على مسلم. أنت حضرتك بتشوفي، كنت الصورة ربما قدام حضرتك في التقرير وإحنا بنعمل بير مية. أنت تخيل حضرتك لو أنا دخلت على أولادي بكرتونة المية اللي بنجيبها كل فترة، ما بيبقاش في فرحة ولا حاجة، لأن عادة والمية موجودة باستمرار في البيت، لو حتى مش موجودة يا سيدنا موجودة في الحنفيات. لكن دول ما فيش حتى المية اللي هي أبسط، يعني أبسط حقوق الإنسان في الحياة إنه يشرب الماء، مش موجود حتى أبسط حقوق الإنسان اللي هي المية اللي بيشربوها المية العادية. إحنا مش بنقول مية معدنية ولا يشرب مية من نوع كذا، ده المية العادية اللي هي يستخدمها في الأكل والشرب وطهي الطعام ونحو ذلك. فلك أن تتخيلي حضرتك إن إحنا ندخل مكان أشبه بالضبط فعلا نصا أشبه بالناس طلع فيها بالمقبرة. والله يا استاذه انا مش عايز اقول الكلام ده، مش عارف هو الكلام ده صح يا سيدنا ولا، ان انا اقول انا بدخل المكان بنعمل كده، مفيش ميه مفيش نظافه. تخيلي حضرتك حياه فعلا لا ادميه. الناس دي اللي لم يجدوا فعلا من يحمل همهم ويتحرك ليحمي ماء وجوههم، هنبص هنلاقي برضه في الطريق يزدادوا تاني في الطريق الشكل المهبب التقليدي ده للتسول، ونلاقي الطريق مليان متسولين ونحو ذلك، لان احنا في الاخر خالص هو قد يضطر للخروج. إن لم يجد فعلا من يتحدث عنهم الآن وإحنا أمام الكاميرات أنا وحضرتك وسيدنا، ونقول يا جماعة ينقذوا هؤلاء، دول محتاجين. ده إحنا وصلنا دلوقتي في كرتونة رمضان، إحنا ما بنقولش كرتونة، ده إحنا وصلنا إحنا نقول إزاز الزيت. في ناس في بيت تدخل لو دخلنا ادينا له إزاز الزيت قد كده ب 50-60 جنيه بتفرق معاه جدا. ال 50-60 جنيه وإزازة الزيت ديت في البيت عنده، لا ده يعتبر كده ملى المطبخ بتاعه، مش زي ما إحنا بننزل نبضع من هنا ولا من هنا ولا كده من مولات، لا ده هو عايز أبسط حاجة في الحياة. كذلك ابار المياه، وكذلك العلاج للاطفال اللي اصبح الان عندنا عدد كبير جدا من المتسرين، وعندنا عدد كبير جدا بينزلوا من الاطفال بسبب تشوهات خلقيه ونحو ذلك، اصبحنا محتاجين حقيقي اللي يراعي دول، والا هنلاقي برضو هو ده هو بيطعم نفسه وبيطعم بيته بالعافيه. فيروح يعمل عمليه 50-60 ألف ازاي؟ ويمكن في تقريبا اعتقد في فقره مع حضرتك هيتكلموا في هذا الجانب خاصه بالمؤسسه عندنا. أيوه طبعا. انا الذي ان مؤسسه فذكر من اهم الانشطه بتاعتها رعايه الاطفال اللي عندهم مشاكل التشوهات الخلقيه. نعم. فالذي يعنيني الان ان انا اعرض على المشاهد الكريم، اقول له حضرتك احنا عندنا لو انت عايز تعمل كرتونه رمضان فكرتونه رمضان موجوده، وبقينا بنقول بابسط اتقي النار ولو بشق تمره، بشق تمره، لو بحته قد كده، لو بازاز الزيت فقط اتقي بها النار. وده حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا، ما بلا يعني اي معروف قدمه. الناس الان اصبحوا في امس الحاجه، مش للادخار، في امس الحاجه انهم يعيشوا حياه طبيعيه فقط. يعني احدهم واحنا هناك قال نصا، قال يا شيخ مال كده؟ وقال يا شيخ والله احنا ما بنشبع من الاكل.
هو انا اعلم هو بيقول الكلمه دي ليه وعايز اي حاجه، يعني عايز اي مساعده. فاشرت للناس مش عارف هم عملوا معاه خير ولا لا، لكن في النهايه الناس بقت محتاجين بشكل غير طبيعي. بقت بقينا نتكلم، لو حضرتك شفت التقارير بتتكلم عن عزه النفس، ان هو عارف ان انا لو اديته مره مش هيبقى فيه ثاني يوم، هيخلصها مش هيبقى فيه ثاني يوم. فبقى بيتكلم دلوقتي اي مشروع من المشاريع الصغيره، اعمل لي الصدقه الجاريه اللي انتوا بتتكلموا عنها، اعمل لي صدقه، هات لي ثلاجه حط لي فيها اي مجمدات ابيعها ونحو تدر عليه دخل يعني. نعم تدر دخل باستمرار. يا رب يعيننا ويعينكم. نعم امين يا رب. طب نشوف كده مع مشاهدينا اول تقرير خير في حلقتنا النهارده ومؤسسه فذكر ونرجع لكم. السلام عليكم. حاله من الحالات اللي تحتاج الى تكافل وتحتاج الى ان احنا نضع ايدينا في ايد بعض علشان نرفع عن كاهلها امراه، نرفع عن كاهلها امر ثقيل جدا، وهي انها تعول اسره مش كده وبس، وان الزوج مات في حادثه واصبحت هي الان هي المسؤوله عن هذه الاسره، اربع اولاد. السيده ام محمد حسين استيقظت على خبر وفاة زوجها وأنها أصبحت هي المسؤولة الآن، المسؤولة عن أطفال أكل وشرب ودراسة، أطفال صغار كلهم، وتعليم ورعاية وكذا وكذا من اللي كلنا في أسرنا بنعاني منه، وأصبحت هي الوحيدة ليس لها زوج. كمان سبع على عاتقها وعلى عاهلها بيت كان الزوج بيسعى في عمله، فبنى جزء منه ويعني ما شطبوش خالص، البيت هيكون زي حضراتكم هتشوفوه بدون سقف اطلاقا، وكمان حاله صعبه جدا، لسه بيت تحت الانشاء فيه الاولاد الصغار وفيه هذه الزوجه اللي ما فيش اي دخل للاسره على الاطلاق. هذه الاسر اللي لم تجد من يسال عليها، انا بقول لكم يبقى احنا في مجتمع ما بيرعاش بعضه بعضا. لكن أنا متأكد أن في أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلدنا في مصر أهل الخير كثيرون جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله كان في عون العبد، كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أنا جاي أقول لحضرتك النهاردة تعال نسمع قصة الحاجة أختنا أم محمد حسين منها هي علشان نوصلها للناس، لعل الله عز وجل يرفع عنها ما هي فيه من كرب. قلت لحضراتكم أصبحت أم محمد هي العائل الوحيد للأسرة، وأصبحت أم وأب، وأصبحت بتقوم بدور الرعاية، وأصبحت هي المسؤولة عن سداد دين البيت اللي تركه زوجها رحمة الله عليه، وأصبحت هي اللي بتعول الأولاد الصغار، أربع أولاد صغار كلهم من فوق روس بعض زي ما بنقول، هي مسؤولة عنهم بعد الله عز وجل. خلينا نسأل أختنا أم محمد تعرفنا هي بظروفها أكثر، هي قادرة بيها، وتعرف الساده المشاهدين كذلك الظروف اللي هي فيها. محمد ازيك؟ ايه اخبار الولاد؟ ربنا يحفظهم ويبارك فيهم جميعا ويجعلهم سند لك كده ان شاء الله. من امتى مات زوجك؟ جوزي مات من 3 شهور. من 3 شهور توفي؟ من 3 شهور وكان بيعمل في البيت؟ لا عشان عاملين هدين منه وبعمل الحاجات بتاعتنا وجينا نعمل وجاي معناش فلوس. ما قدرتوش تعملوا تكملوا البيت؟ ما قدرتوش نكمله. بعتوا كل حاجه في البيت؟ بعتوا كل حاجه، انا حاجتي هنا البيت كل حاجه بحتها عشان اعرف اسد الدين عليا فلوس. بدفع 1500 كل شهر. دفع 1500 كل شهر للبيت؟ بعتي الاجهزه ولا ايه؟ بعت كل حاجه. الاجهزه الكهربائيه؟ بعت كل حاجه عشان اسد الفلوس اللي عليا. انا داخل فعلا ما شفتش اي اجهزه كهربائيه خالص، ونص البيت تقريبا بعت عشان الراجل عمي يطاردني ويقول لي كل شهر لازم تدفع، رحت بايعه كل حاجه. بعتي حاجتك وسددتي؟ بعت حاجتي وسددت لسه عليا ديون بس الدهر. بتعملوا ايه في البرد ده؟ الجو برد خالص والبيت مش متقفل، معظمه مش متقفل. اعمل ايه طيب؟ اهل الخير بقى يساعدوني.
الله يعينك. طب عايشين ازاي؟ اكل وشرب وبتقد يعني بتسددي ازاي؟ بجيب اي حاجه كده ببيعهم، بسكوت على شكرتي وخلاص، وببيعهم واكل العيال. تاكل العيال من كده حبايبي. الدين قال لي انا ماليش في جوزك مات، انا ماليش دعوه، انا عايزه الدين زي ما بتديني كل الشهر تديني. انت اللي ما يدعك كمبيالات تديني. انت اللي كنت ماضيه على الكمبيالات وتوفي الراجل واصبحت انت المسؤوله دلوقتي. طب هو توفي ازاي؟ توفي ازاي؟ كان طلع على الله، هو عمل حادثه، طلع بالعربية عمل حادثة؟ لا، هو طلع معنا الشغل كده عمل حادثة بالعربية، كنت قاعد 11 يوم في المستشفى، بعد كده مات. 11 يوم بعد كده توفى. هو طلع على الله كده يومية رزاية. أكبر أولادك عنده كم سنة؟ محمد عنده 13 سنة. 13 صغير حبيبي، والصغير ياسين؟ ياسين. بيقولوا ياسين؟ ياسين أربع سنين. ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب وينبتهم نباتا حسنا. حسن عنده 10 سنين. وحسن يبقى عندك محمد كام سنة؟ 13. وحسن 10. وعندي أحمد. وأحمد كام؟ 7 سنين. وياسين 4 سنين. الله يا رب، الله يا رب يعينك عليهم. عايز أي حد يساعدني، المطر بتغرقنا هنا وأنا معايا الحاجات والبيت زي ما أنت شايف كده. بينزل المطر عليكم؟ المطر بتغرقنا. مفيش أي مدخل تاني غير شوية الحلويات اللي ببيعها؟ أنا ببيع بسكويت وببيعهم كده على الشارع وخلاص. إيه المشروع اللي ممكن ينفع عندكم هنا؟ افتح سوبر ماركت هنا، افتح وابيع. ممكن حد يجيب لك حاجات يملا لك البيت بضاعه وحاجات حد من اهل الخير. طب تقولي لايه لاهل الخير؟ عايز تكلميهم في الكاميرا هنا، كلمي اهل الخير قولي لهم حالتك. يساعدوني، ظروفي تعبانه خالص، وسد الدين اللي عليا واعملي لي حاجه هنا في البيت عشان المطره بتغرقنا انا وعيالي وعيالي صغيرين. انت الوحيده اللي في البيت بتاع الاولاد، مش هينفع تسيبيهم وتخرجي تشتغلي؟ لا مش هينفع، عشان عيالك صغيرين. يبقى لازم تقعدي في البيت ويبقى تشتغلي من البيت. المدرسه وروح الحضانه ما ينفعش. ما ينفعش. الله يعينك يا رب. الساده المشاهدين، يا رب حضراتكم ويعافيكم ويعافينا جميعا ان احنا نتحط في ظرف زي ظروف اختنا ام محمد. تحتاج الى عائل، تحتاج الى من يعول هذا البيت، يعول الاولاد، تحتاج الى مشروع على الاقل. هي بجايبه شويه حاجات صغيره بس ده مش مكفي، لان الدخل قليل والمصروف كتير عليها، 1500 شهريا لازم تدفعهم كدين، ده مقرر عليها شهريا. اضف الى ذلك مصاريف واعباء الحياه، اضف الى ذلك باقي البيت اللي مازال الى لحد النهارده لم يكتمل، والصوره قدام حضراتكم. اضف الى كل هذا ان هي باعت كل حاجه في البيت علشان تقضي الدين اللي عليها. يعني انا مفيش اي في البيت اي اجهزه اطلاقا. البيت زي ما حضراتكم شايفين الحالة صعبة جدا، أولاد صغار ومصاريف، واللي بيساعد زي ما بنكرر دايما في الظروف اللي الناس بتمر بيها، اللي بيساعد مرة حاجتي كلها والله. اتفضلي. حاجتي كلها عشان أسد الدين اللي عليا، ولسه نعم. عليا ديون كتير، والراجل بيطاردني كل شوية، ولا أنا عايز الدين وأنا مش عارفة أجيب له منين. الله يعافيكي، الله يعافيكي يا رب، الله يعافيكي، الله يعافيكي. ربنا كبير يا محمد، ربنا كبير سبحانه وتعالى. شارك معنا واتصل بينا على الأرقام التالية 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8 وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. طبعا احنا شفنا الحاله، ودكتور مصطفى انت معانا بقى في الهوا، فحضرتك برضو قول لنا كده الحاله، انت نزلت وشفتها بنفسك، ومحتاجين ايه؟ اولويات. نعم نعم. الست دي اتورطت بعد موت الزوج، كان الزوج بدا يعمل بيت جديد وينقل الاسره فيه وبالقسط، بحيث انه يتحرك ويبتدي يسدد من خلال عمله يعني. وكان ارزاقي زي ما هم بيقولوا، ما عندوش معاش ولا عنده اي حاجه، وان هو يبتدي يسدد بعد ما يخلص مباشره، بعد ما البيت يبتدي ينقل فيه يبتدي بعد كده يسدد. اول ما نقل في البيت تقريبا قعد فيه اسبوعين تقريبا، ما يزيدش عن كده كتير، وفي حادثه توفي يا رب يرحم الله يرحمه. فبدات الست الان الزوجه اما الخروج من البيت، قالوا لها كده صريح، حتى انا بقول لها طب الناس التجار او الناس اللي انتوا اخذتوا منهم الاسمنت والحاجات اللي عملتم بيها ديت ما يصبروش عليكي انت دلوقتي؟ قالت لا، قالوا لي صريح انا عليا 1500 كل شهر، ملناش دخل، هتدفعهم لنا او تخرجي من البيت واحنا نبيعه وناخد فلوسنا. ده كان كلامي مع الاخت يعني. فاصبحت لها متورطه في دفع، لازم تدفع الديون
اضف الى ذلك البيت حضرتك في الشتاء، انا احنا صورنا وقتها ما كانش في مطر، مش عارف لما كان في مطر هي عاشت ازاي في المكان، لان المكان زي حضرتك ما شفتي مش ملوش سقف، احنا كنا كاننا مننا للسما يعني. وكان في مكان بس كده اوضتين او حاجه، لان البيت حوالي 3 اوض او 4 مدخل واوضتين كده او حاجه معمول له سقف، الباقي مش معمول له سقف خالص. اضطرت ان هي علشان تقضي الدين اللي عليها ان هي تبيع كل اجهزه البيت. انا دخلت علشان اشوف حتى البيت فيه معيشه، فيه معيشه، في حد بيعيش في البيت، لكن مفيش طبعا بنطمئن يعني طبعا. لكن مفيش للاسف اي اجهزه على الاطلاق، حاجات بسيطه كده بدائيه تعرف تعيش من خلالها هي واولادها يعني. شيخ احمد، احنا كنا بنتكلم في الفقره الاولى عن نفحات رمضان وازاي ان احنا نغتنم الايام الجميله اللي احنا فيها دي عشان ناخد اكبر قدر من الثواب ونساعد اكبر قدر من الناس. طيب هو انا يعني كنت بتكلم على قضيه انه اذا جاء رمضان يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام نادى منادي يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر، يا باغي الخير اقبل كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاه والسلام، فكان اجود الناس صلى الله عليه وسلم. وقضيه اجود الناس، احنا بنقول اجود الناس امتى؟ ده كل ليله، كان مش بس هي مره، واحد بيقول لك انا بطلع الزكاه، واحد يقول لك انا عملت شنطه رمضان في اول رمضان، لا ده كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كل يوم صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لان النبي كان يحمل هما، هي قضيه حمل الهم. وانا لما بسال الساده المشاهدين يعني ما الهم الذي تحمله؟ انت بتحمل ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يحمل هم امتي، يحمل هم الفقراء، يحمل هم المساكين، يحمل هم اليتامى. النبي بيحمل الهم في الدنيا ويحمل الهم في الاخره صلى الله عليه واله وسلم. لكن قضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هما في الدنيا من اجل الفقراء، يقف صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يعني صلى الله عليه وسلم يعلوه الغضب، من اجل انه راى بعض الاعراب دخلوا المسجد وكانوا يعني في حالة الفقر بادية عليهم، لكن لم يتحرك أحد، فإزاي الناس ما تتحركش؟ فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحمد ربه تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، شوفي بقى الآية دي اللي احنا كلنا بنسمعها يوم الجمعة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بئره، من صاع شعيره، من صاع تمره. وبعدين النبي بقى بيغضب صلى الله عليه وسلم، انتوا ازاي ما تتصدقوش على الناس الفقيره دي؟ فيروح واحد خلاص خلي بالك يجري، يتسحب كده ويجري لبيته فيجيب كومه من المال فيضعه امام النبي عليه الصلاه والسلام فيتتابع الناس. فالنبي قدامه اصبح ايه؟ ما كانش لا شيء قدام النبي، دلوقتي قدامه ايه؟ كومتين من المال. فيتهلل وجه رسول الله عليه الصلاه والسلام، فرح بقى. ليه؟ لان هنا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ايه؟ يشد بعضه بعضا. تمام. انا هسيبكم مشاهدينا وتقرير كراتين رمضان ومؤسسه فذكر ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان شهر الخير، شهر البر والجود والإحسان. كتير من أسرنا فقيرة ومن أهلنا للأسف الشديد في شهر رمضان ما بيلاقوش حتى السلع الاستهلاكية البسيطة اللي موجودة في كل بيت، يعني ما يلاقيش رز، ما يلاقيش سكر، ما يلاقيش السلع الاستهلاكية البسيطة جدا اللي الجميع بيستخدمها واللي لا تخلو من خزين في بيت كل واحد مسلم في شهر رمضان في هذا الشهر الفضيل. للأسف زي ما قلت لحضرتك كتير جدا من أحبابنا ما بيلاقوش الحاجات دهية. لذلك مؤسسة تذكر من فضل الله عز وجل بتسعى في هذا الأمر وبتهدف في هذا الشهر الفضيل لإطعام 10,000 صائم، 10,000 صائم في دور المسنين، 10,000 صائم في مراكز الشباب، 10,000 صائم في الطرقات، العاملين اللي في الطرقات ونحو ذلك، هؤلاء لا يجدوا من ينظر إليه. لذلك المؤسسة بفضل الله عز وجل تدخل السرور عليهم. أفضل الأعمال كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل السرور على أخ لك مسلم. لذلك إحنا بنسعى بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل جهودكم، أولا نسعى بعد فضل الله عز وجل بفضل جهودكم، ثانيا إن إحنا نطعم هؤلاء ونقدم لهم السلع الاستهلاكية البسيطة جدا اللي كتير من الناس زي ما قلت لحضراتكم محرومين منها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ما نقص مال من صدقة،
لا ينقص الصدقة لا تنقص المال أبدا، ما نقص مال من صدقة، يعني مالك هيزيد. ده اللي علمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا كمان علمه لنا في القرآن. الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا يعني الله تبارك وتعالى ينقص الربا، بينما الصدقات التي تقدمها لله عز وجل يربيها ربنا ويزيدها، ويزيد المال بفضل الله تبارك وتعالى كثيرا، وتزداد بركته ولا تنتزع منه هذه البركة، يعني لا ينقص ولا يخسر ولا يكسد. ده ربنا قال في القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لن تبور مين اللي بيقول كده؟ الله تبارك وتعالى هو اللي بيقول لك يرجون تجارة لن تبور، يعني تجارة لن تكسد. التجارة مع الله عز وجل تجارة رابحة. تاجر مع الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل، تاجر مع الله تبارك وتعالى بإدخال السرور على أسرة مسلمة، ندخل عليهم في هذا الشهر الفضيل، نعطيهم كرتونة 10,000 كرتونة، نهدف إلى أن نصل إلى هذا العدد وأكثر بإذن الله عز وجل. فلا تحرم نفسك هذا الفضل. الله يناديك: يا أيها الذين آمنوا، يعني يلي حققتوا الإيمان، يلي مؤمنين بجد، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اوعى تبخل، لأن اللي بيبخل بيبخل عن نفسه وبيسمع كلام الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. لو ناوي بإذن الله عز وجل، وأتمنى إنك تشارك معانا، شارك معانا، بص أسفل الشاشة دلوقتي هتلاقي أرقام، إن الأرقام دهيت واتصل علينا علشان تشارك معانا في هذا الفضل في هذا الشهر الكريم. كل عام أنتم بخير. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية: 012-77-67-98-88 أو 010-555-99-8، وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت. هذا البرنامج برعاية وصلنا معكم مشاهدينا لفقرتنا الطبية، وضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد الشامي، أستاذ ورائد جراحات الأطفال وحديث الولادة جامعة الأزهر، والمستشار الطبي لمؤسسة فذكر. وأهلا وسهلا طبعا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذة دعاء. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا طبعا في الحلقة النهاردة هنطلق معاه مبادرة كبيرة ومهمة لعلاج التشوهات الخلقية، هتبدأ إن شاء الله من شهر رمضان، شهر الخير، شهر البر، وتكمل معانا بإذن الله بعد رمضان. وطبعا برحب مرة تانية بحضرتك دكتور مصطفى. أهلا وسهلا. احنا بقى ايه عايزين الأول نوضح للناس قبل ما نتكلم على تفاصيل المبادرة، ايه هي التشوهات الخلقية عند الأطفال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة موجودين مع حضرتك كمستشار طبي لمؤسسة فذكر فقط، مش كدكتور أحمد الشامي. أيوة. مركز الدكتور أحمد الشامي لجراحة الأطفال. دكتور انت تنورنا على طول، ربنا يخليك طبعا. ربنا يكرمك. احنا في المؤسسة تواصلوا معنا وعايزين نعمل مبادرة لعلاج التشوهات الخلقية في الأطفال. أيوة. المبادرات الطبية قليلة جدا في المؤسسات الخيرية، فاحنا ان كمان نبقى متخصصين حضرتك، احنا هنعمل حملة 100 طفل او مبادرة 100 طفل تشوه خلقي، هيتم علاجهم ابتداء من النهاردة، مش من اول يوم في رمضان، احنا ما قبل رمضان كمان ان شاء الله. احنا جاهزين لاستقبال الحالات النهاردة، ومن خلال حضرتك ومن خلال فضيلة الدكتور
احنا الناس اللي بيشوفونا دلوقتي وعندهم اطفال عندهم تشوهات خلقية مش قادرين على تحمل نفقات العمليات، احنا بندعم كمؤسسة فذكر وحضرتك الشق ده حضرتك معانا الدكتور مصطفى هو اللي هيتكلم فيه، انا من الناحية الطبية احنا عندنا 100 طفل غير قادرين على تحمل اعباء المادية للعمليات الجراحية، ان شاء الله احنا على استعداد كتشوهات خلقية بعض التشوهات الخلقية اللي تخصنا كأحمد الشامي كجراحة أطفال، بعض التشوهات الخلقية للقلب، بعض التشوهات الخلقية لجراحات العمود الفقري وعوجاج العمود الفقري، كجراحات مخ وأعصاب، كجراحات أورام في الأطفال، كل ما هو تشوهات خلقية في الأطفال احنا إن شاء الله المبادرة ديت كمستشار طبي للمؤسسة بنتبنى وندعم الفكرة ديت إن شاء الله ودعواتكم بقى إن شاء الله. فكرة هايلة يا دكتور، يعني 100 طفل إن شاء الله هنبدأهم من شهر رمضان، مش بس التشوهات الخلقية زي العمليات اللي حضرتك بتعملها اللي هي مثلا الشفة الأرنبية أو التفاصيل بالزبط. دي لا كله بقى إن شاء الله في أي عضو من أعضاء الجسم فيه مشكلة أو تشوه للبيبي لما يتولد نقدر إن إحنا نعمله العملية أو إن شاء الله. إن شاء طيب دكتور مصطفى كلمنا أكتر بقى عن المبادرة الجميلة دي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أنا أحيي الدكتور الله يبارك فيه كان صاحب الفكرة وصاحب المبادرة من البداية، وإحنا بنحط نفسنا على طريق الخير علشان ناخد حسنات معايا رب يتقبل منا ومنهم هذا العمل. حقيقة أن العمل ده عمل كبير جدا والمؤسسة هي تعتبر الرائدة في هذا الجانب تحديدا، مش هتجدي أي مؤسسة على الساحة الآن عندها هذا النوع من المبادرات. النوع ده هو نوع جديد جدا، الفصيل ده هو من الناس اللي موجود دلوقتي مش هيلاقوا، يمكن انا حتى نوهت عن هذا الامر من في الفقره اللي قبل كده ان مفيش حد يعني هيضع ايده على هذا الجانب تحديدا وهذه الثغره علشان يسدها زي ما بيقولوا في عند الفقراء. ما حد انت عارف حضرتك العمليات ديت بتحتاج فلوس كتير جدا، واعتقد ان الفقير اللي كنا لسه بنتكلم من شويه عايز ازازه زيت ولا عايز كرتونه رمضان ولا عايز كذا ولا عايز كذا، بنقول ان يعني اضعف الايمان ازازه زيت مش هيستطيع انه يروح يدفع الاف مؤلفه علشان خاطر يعمل عمليه زي ديت. ولذلك انا بضم للمبادره بتاع الدكتور، هو بيقول اللي عايز يعمل العمليه، وانا بقول كمان واللي عايز اللي يستطيع انه يقدم يد العون للفقير الام او الاب اللي مش عارف يعمل مش قادر ما عندوش المقدره انه يعمل عمليه زي دي لابنه، واحنا فلذات اكبادنا والحاجه اللي بتوجعنا يا رب يعافينا في ابنائنا جميعا، اللي يستطيع انه يقدم يد العون وانه يدخل السرور على قلب هذا الاب او هذه الام يفعل. وكمان في نقطه مهمه جدا، انا كنت مره هناك في المركز وشفت بنفسي حد على العمليه وهي شغاله جدفع، يعني هو حضرتك بيدفع والعمليه شغاله، مش هم مش بينتظروا لحد ما حد يدفع ويبتدوا يشتغلوا. ولكن نقول للامانه ان القصه عشان يقوموا ب 100 وبيقولوا بحد ادنى 100 حاله، طب علشان يقوموا ب 100 حاله بهذه التكلفه كلها هتكون صعبه جدا، حتى على المؤسسه هتكون صعبه جدا على الاقل في الوقت الحالي. نحن نحتاج حقيقه من يمد يد العون لهؤلاء ليدخل السرور، يدخل السرور على قلب اب او قلب ام او قلب او يفرح طفل صغير، لان بعضهم دخل في مرحله الادراك مدرك، او وخاصه في مساله التشوهات ما بيعرفش ينطق فيبتدي ينطق بعد ما يعمل العمليه مباشره. بنقول تعالى شوف بنفسك للمصداقيه فقط، ان احنا عايزين يعني عايزين الاخ المتبرع او المساهم يطمئن، اللي يقول اقدر اشيل نص عمليه، اللي يقدر يقول استطيع ان انا يتصل على المؤسسه هيقولوا له التفاصيل كامله ويقولوا له تستطيع انك انت تساهم كيفيه المساهمه ازاي. المؤسسه زي ما قلت لحضرتك احنا داخلين على 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 يوم الام، طبعا الام كل الايام للام، الام احنا مش هنقدرها قدرها بيوم واحد، انا دايما بقول الكلام ده، لكن على الاقل نشعر امهاتنا بفرحه الميتات منهم اللي هم عند ربنا سبحانه وتعالى يا رب يرحمهن جميعا، والموجودين يا رب يبارك في اعمارهن ندخل عليهن السرور. طب ندخل عليهن السرور، تخيلي حضرتك لو انا قلت لوالدتي ان في نخله دلوقتي بتتعمل لحضرتك وكل عائد الحسنات عليك وانت عايشه صدقه جاريه. حضرتك انا برضو بأذكر دايما مش لازم يكون الواحد ميت علشان يعمل صدقه جاريه، لا ده بركه الحسنات تعود عليك وعليا واحنا عايشين. فالام لما تفرح بحاجه زي كده، طب الوالده توفيت، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل يبقى علي بعد مماتهما بر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الامور من ضمنها ان انا اتصدق عنهما مثلا او استغفر لهما. طب تخيلي حضرتك الاب والام هناك لما يوصل لهم هديه في يوم الام او في يوم او 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 في بر للوالدين او لنفسي حتى يوصل لهم شيء من هذا القبيل، كيف تكون الفرحه؟ يعني حضرتك سؤال خطر على البال وحضرتك بتتكلم دلوقتي كصدقه جاريه بتشتغل مكان لا لا اتفضل ناحيه دينيه ناخد راي حضرتك
كصدقه جاريه لو انا عندي طفل عنده تشوه خلقي الصدقه الجاريه المقصود بها انها مستمره لفتره معينه من السنين. انا لو عملت طفل النهارده عنده تشوه خلقي مولود بدون فتحه شرج وهيبقى عنده عاهه مستديمه وهتبقى عنده الكلام هذاك لو انا عملت له النهارده العمليه بفلوس الصدقه الجاريه دي والطفل ده هيقعد ربنا الى ما شاء الله من العمر كاتب له 50 سنة 70 سنة 80 سنة فانت قاعد 80 سنه بلغه حضرتك النخله هتجيب لمده 70 سنه ما هو الطفل ده برضه هيبقى قاعد المريض اللي انت عملت له عمليه ده تشوه خلقه أو ورم أو خبيث أو خلافه قاعد عاش 70 سنة ما هو حضرتك طول ما هو عايش سواء كان بيصلي سواء كان بيعمل خير أو ما بيعملش خير بيتنفس عايش وبيتنفس أعتقد ده في جزء كبير من الصدقة الجارية يعني هو الطفل انت حيات بني ادم كنت روح. سبب حيات روح والطفل موجود قدامك على الارض عايش 70 سنة 50 سنة 60 سنة الله اعلم عمره قد ايه في خلال ال 70 سنه طول ما هو عايش وعايش كويس اعتقد انت بتاخد ثواب الصدقه الجاريه. نعم هذا هو معرفش معنى الدينيه معنى يعني. جريانها أي ان يجري عليه الخير ويجري عليك الحسنات باستمرار هذا جانب من جوانب الصدقه الجاريه. يكفي ان تعلم يا اخي الحبيب احنا عندنا قاعده عريضه في الدين في القرآن هل جزاء الإحسان للإحسان وفي الفقه الجزاء من جنس العمل اللي بيعالج ولذلك بعض إخواننا كانوا يسألوني في اللقاء قبل كده طب حضرتك الأخت اللي يعني كانت في واحدة وجهها محروق طب هنعمل لها عملية تجميل طب إيه الصدقة في كده فقلت له الأخت اللي قاعدة في البيت بتتجمل لزوجها وهذا وقلت لهم حتى وقتها حطوا تحتها 100,000 شرط تتجمل لزوجها ونحو ذلك أنت بتتجملي ربنا هيعافيك من مثل مصير الأخت دهيت لما تعالجيها هذه صدقة عليها لما الناس ما تتقززش منها هذه صدقة عليها دائمة وجارية عليها طيلة حياتها من هذا النوع ما ذكره الدكتور يا رب يتقبل منا ومنك. نعم طيب بالنسبة بقى للمبادرة الناس اللي عندهم سواء الناس اللي عايزين يتبرعوا للمبادرة أو الناس اللي عندهم أطفال عايزينهم عندهم مشاكل تشوهات خلقية عايزينهم ينضموا للمبادرة يعملوا إيه يا دكتور؟ أعتقد حضرتك إحنا أرقام المؤسسة هتبقى موجودة هيتم التواصل مع المؤسسة فريق عمل كامل بخاص بالشؤون الطبية أو بمبادرة التشوهات الخلقية سواء كان استقبال الحالات حضرتك كل حالة من دي بيبقى لها ملف الطفل حضرتك بابا ومامته ممكن يبعتولنا على الواتس على الأرقام اللي موجودة أو حضرتك يتفضلوا يجونا وجها لوجه في المؤسسة يقدموا الفايل بتاعهم احنا عندنا لجنة طبية مكونة من الدكتور أحمد الشامي وبعض التخصصات الأخرى سواء كان مخ وأعصاب سواء كان تجميل كمسالك بولية كأورام بيتم فحص الحالة ووضع تقرير الحالة دي هتتعمل فين وإمتى وبكام ده كإيه حضرتك لما يبقى في طفل عاوز يحتاج عملية حضرتك متبرع حضرتك أرقام المؤسسة موجودة قدام حضراتكم ويتواصلوا مع فريق العمل وكل الوسائل للتبرع أعتقد أنها موجودة على الشاشة يعني. ودكتور مصطفى احنا قلنا بقى أنه 100 طفل هتبدأ المبادرة دي من أول رمضان نعم من بداية رمضان إن شاء الله يبقى 100 طفل ده احنا بنقول بحد أدنى احنا عايزين الموضوع يكون اكبر من كده لو في فرصة يكون اكتر من ذلك وخليني اكد الاستاذة على نقطة مهمة جدا وهي ان احنا عندنا جانبين احنا بنقول اللي يتصل علينا اللي عنده حالة ويتصل علينا اللي يستطيع انه يشيل حالة من الحالات من الطرفين اللي عنده حالة ولا يستطيع علاجها يعني امكانات لا تسمح انا عايز بس نقطة مهمة ان احنا اوريدي عندنا حالات موجودة وبنعملها عمليات ايوه طبعا يعني احنا عندنا اوريدي في حالات موجودة وكلام من ده زائد النقطة احنا ما جبناش سيرة التشوهات الخلقية في بعض الأطفال بيبقى حضانات وعارفة حضرتك مشكلة الحضانات في مصر طبعا يعني للأسف ما فيش حضانات ونهار ما بتلاقي حضانة الحضانة عشان أحط الطفل اللي مولود بدون فتق في الحجاب الحاجز أو عنده فتق في الحجاب الحاجز وهيقعد على جهاز تنفس صناعي اليوم في المستشفى بكام جنيه بكام ألف جنيه حضرتك الطفل بيقول لك خلاص سيبه يموت أنا هعمل له إيه سبحان الله للأسف بتوصل في بعض الأوقات إن الأب والأم يقول لك طب أنا هعمل إيه ما معيش فلوس فأنت كمؤسسة حضرتك بتحط الطفل في حضانة وعلى جهاز تنفس صناعي وبتجري العملية عشان كده دايما تبقى الفاتورة عالية شوية في موضوع الحضانات وأجهزة التنفس الصناعي في الأطفال المبتسرين وحديث الولادة عشان كده المبادرة دي لكل مشاهدينا المبادرة دي مهمة جدا إنه ننقذ إحنا البداية بـ100 طفل من أول رمضان ننقذ 100 طفل ونفرح 100 أسرة
أسرة إن شاء الله بالمبادرة الجميلة دي طبعا بتعاونكم معانا ومع مؤسسة فذكر، وربنا يكرمكم. وبشكركم جدا في نهاية الحلقة، شكرا، ربنا يوفقكم يا رب. وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.